تعتبر فيروز أيقونة الموسيقى بلبنان. فيروز is considered the musical icon of Lebanon. انتشرت شهرة فيروز بكل الدول العربية بالخمسينيات والستينيات. فيروز's fame spread throughout the Arab world in the 1950s and 1960s. سجلت فيروز حوالي 1500 أغنية. فيروز has recorded nearly 1500 songs. أغلبية الإذاعات بالعالم العربي لعقود بتبث أغاني فيروز بالفترة الصباحية. For decades, almost all radio stations in the Arab world have been starting their morning broadcast with a Fairuz song. بسنة 1999 غنت فيروز بلاس فيغاس وحضر الحفلة 16,000 مشاهد. فيروز performed a concert in Las Vegas in 1999 which was attended by over 16,000 spectators. يا أسف الليل مضي وقت السهر وتبقى ورد تنام ع شباك السهر انت اللي كنت تقول وردة الورد زهرة البرد عصفورة ايلول هيدا